أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ملفنا الطبي الرئيسي عن الحساسية، تحديدا الحساسية من الغبار والأتربة التي يعاني منها الكثيرون، وتتسم باحمرار وحكة في العين، انسداد الأنف وصعوبة في التنفس، وبالطبع غيرها من الأغراض. ولكن ما هي النصائح للوقاية من حدوث تلك الأعراض، خاصة مع موجة الغبار التي تضرب منطقة الخليج حاليا؟ للإجابة ينضم إلينا من الرياض الدكتور حسام جنيد، استشاري طب العائلة وباطني في مستشفى الملك فيصل التخصصي. صباح الخير دكتور. طبعا هذه الحساسية من الغبار والأتربة، هل كل أحد عرضة لها؟ يعني مثلا مثل هذه الأجواء اللي الآن بنعيشها، هل كل أحد عرضة لها أم فقط مثلا الناس اللي عندهم ربو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير سارة ومهيرة. صباح النور سعد المشاهدين. بالبداية طبعا الحساسية ممكن أي شخص يكون معرض إلها، خاصة إذا كانت كميات الغبار كبيرة، ولكن هناك بعض الأشخاص بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم بسبب وجود استعداد عندهم، وهن الأشخاص اللي عادة بيكونوا مصابين بالحساسية الموسمية أو الحساسية أو الألرجي يعني عبر السنة. هدول الأشخاص لأنه بيكونوا بيتعرفوا على الجزئيات اللي بيحملها الغبار، على أنها أجسام غريبة مؤذية، فبتفاعل الجهاز المناعي عندهم ضدها، وبيحرض بعض الخلايا على إنتاج بعض المواد من ضمنها الهستامين التي تؤدي إلى ظهور معظم الأعراض التي يعاني منها الأشخاص واللي ذكرتوها في بداية التقرير، واللي هي أعراض قد تكون تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي أو العين والجلد أحيانا. نعم. يعني مثل أعراض الحكة مثلا، حكة الأنف، انسداد الأنف، سيلان نعم. مائي من الأنف. طيب دكتور، في حال حدوث نعم في حال حدوث هذه الأعراض، هل يعني أو قبل حدوث هذه الأعراض، خلينا نقول ما هي الأساليب التي ممكن أن يتبعها أي شخص من أجل الوقاية، وتحديدا أنه أعراض الحساسية لا تقتصر فقط على الغبار اللي يكون خارج أو عند خروج من المنزل، هناك أيضا ربما بعض النصائح التي ممكن أن تشاركنا بها لتجنب الحساسية داخل المنزل أيضا؟ نعم، يعني ذكرت نقطة مهمة، لأن الحساسية قد تكون عن مواد مختلفة بالنسبة للغبار. طبعا هي عبارة عن جزئيات دقيقة يحملها، عضوية وغير عضوية، يعني يحمل مواد مختلفة من ضمنها غبار الطلع، من ضمنها مواد عضوية قد يتحسس منها الشخص. وهناك بعض المواد التي توجد داخل المنزل أيضا، مثل غبار العث أو المايت، وبعض أنواع العفن مثل المولد، أو بعض أيضا مخلفات الحيوانات اللي بربي. طب خلينا نركز دكتور فقط على موضوع الغبار، لو أمكن فقط نتحدث أو نركز على الحساسية من الغبار، وتحديدا مع موجة الغبار التي تحدث في دول الخليج الآن. نعم، بالنسبة للوقاية طبعا من حساسية الغبار، يعني ينصح الشخص اللي هو أصلا معرض لهالنوع من أنواع الحساسية، خاصة الأطفال وكبار السن وبعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالربو وأمراض القلب، بعدم الخروج يعني خارج المنزل عندما تحدث موجات الغبار الشديدة. لكن إذا اضطروا للخروج فطبعا ينصح باستخدام الكمامات الواقية التي تغطي الأنف والفم، أو إذا لم تتوفر الكمامات فيمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالفم. وأيضا ينصح باستخدام النظارات الواقية، نظارات شمسية أو غيرها، لوقاية العينين. طبعا يفضل عدم يعني الخروج فترات طويلة، والاستخدام المكيفات وعدم فتح النوافذ في المنزل أو في السيارة، وإنما استخدام التكييف المركزي. ايوه، ايضا يعني قبل حدوث موجه الغبار يفضل تغيير فلتر او مصفات المكيف، وايضا بعد انتهاء موجه الغبار تنظيف المنزل بمكنسات كهربائيه تحتوي على فلاتر خاصه مثل الهيبا التي تكون تستطيع التخلص من هذا. ينصح ايضا الشخص عندما يعود الى المنزل باستخدام حمام، يعني بالقيام بحمام مسائي او شاور، للتخلص ايضا من ذرات الغبار التي تكون عالقه في الجسم والشعر والتي قد تؤدي الى يعني حدوث الاعراض. طبعا أيوة. ينصحوا ايضا بعدم ممارسه التمارين الرياضيه في الاوت دور، وانما يعني خارج في الخارج، وانما استخدامها في اماكن او صالات مغلقه اذا كان يريد استخدام الرياضه او بعض انواع التمارين. طيب دكتور، هذه بالنسبه للعينين ايضا. تفضل.
بالنسبة للعينين ممكن إذا صار في أعراض استخدام كمادات باردة، استخدام قطرات العينين التي ترطب العينين والتي تؤدي إلى أيضا التخلص من ذرات الغبار. طيب ممتاز دكتور، يعني هذه الغبار بيسبب كيف؟ هذه بيسبب الحساسية، هل الحساسية هذه ممكن تصير مرض يعني دائم عند الشخص خلاص يصير بيعاني من حساسية مزمنة، أو هل ممكن هذا الغبار كمان يتسبب في ربو؟ يعني الغبار بحد ذاته يعني يثير نوبة الربو عند الأشخاص المستعدين لذلك. نعم. يعني يجب أن يكون عند الشخص هناك استعداد داخلي أو وراثي لحدوث حساسية، ويأتي الغبار ويسبب حساسية مزمنة عنده. لم يثبت أنه يعني الغبار بحد ذاته يسبب ربو بحد ذاته، ولكن الغبار طبعا يحمل أنواع مختلفة من الأتربة والمواد كما ذكرنا العضوية وغير العضوية، من ضمنها السيليكا. بعض هذه المواد إذا تعرض لها الإنسان فترات طويلة ولمدة طويلة قد تؤدي إلى فعلا تليف رئوي وأمراض رئوية مزمنة، خاصة مادة السيليكا، وهذا نشاهده عند بعض عمال المناجم وغيرهم. يعني إذا كان شخص يعيش في منطقة معرضة دائما للأتربة قد يتعرض إلى أمراض رئوية مزمنة فعلا. نحن ننصح أيضا للأشخاص اللي عندهم ربو أوريدي أو عندهم حساسية أنه يواظبوا على استخدام البخاخات أو أجهزة الاستنشاق بشكل منتظم، خاصة قبل موسم الغبار في الربيع وبداية الصيف، واستشارة طبيبهم في حال الحاجة إلى زيادة جرعة أجهزة الاستنشاق التي تستخدم بشكل وقائي للوقاية أيضا من الأعراض. دكتور، بعض الدراسات الطبية أوضحت أن وجود الأتربة أو الغبار والحساسية أو من يعانون من حساسية من الأتربة والغبار يزيد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الأوعية الدموية، هل هذا صحيح؟ وهل من عوارض أو يمكن تطور مرض حساسية الغبار إلى أمراض أخرى أكثر خطورة؟ طبعا من معروف انه يعني الرئتين والقلب مرتبطين ببعض، لذلك بعض مرضى القلب في موجات الغبار تزداد احتمال حدوث عندهم نوبات قصور القلب او تأزم حالتهم يعني الصحيه بما يتعلق بمرض القلب، لان تشنج الشعب الهوائيه ويعني امراض الحساسيه تشكل عبء على القلب، وقد يؤدي ذلك الى زياده يعني تفاقم وضعهم الصحي وزيارتهم للمستشفى. فطبعا العلاقه بين القلب والرئتين طبعا هي علاقه موجوده واكيده، فالغبار يؤدي الى يعني تاثيرات كما تفضلتي ليس فقط على الرئه وانما على اجهزه مختلفه من الجسم. هناك بعض الدراسات يعني غير السريرية التي بينت زيادة حدوث نسبة الأكسدة في خلايا القلب والرئة والكبد بسبب التعرض لذرات الغبار، وهذا قد يؤدي نظريا إلى أيضا تعرض هذه الأجهزة الحيوية إلى الضرر بسبب التعرض يعني المتكرر للغبار. أيوة. طب دكتور، ماذا عن الأطفال؟ هل بيختلفوا عن غيرهم في كيفية تعرضهم لهذا الغبار أو تعاملهم معه؟ طبعا الأطفال معرضين أكثر من غيرهم لحدوث الحساسية عندهم ونوبات الربو وحدوث يعني الأضرار الناجمة عن الغبار بسبب صغر سنهم وبسبب أنه لم يتعرضوا بشكل كافي إلى المواد التي يحملها الغبار. لكن يعني طريقة التعامل هي تقريبا نفسها، جزيئات الغبار بعضها جزيئات دقيقة جدا تتوقف عند الجهاز التنفسي العلوي وتؤدي إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي، وهي الجزيئات الأكبر عفوا، أما الجزيئات الصغيرة والدقيقة جدا فتصل إلى الجهاز التنفسي السفلي وإلى الحويصلات الرئوية، وهذه الجزيئات التي يقل قطرها عن 2.5 مايكرون. نعم. مايكرون هو 1 على مليون من المتر، يعني للمقارنة فقط قطر الشعرة هي 50 مايكرون، أقل من 2.5 مايكرون الجزيئات تصل إلى الجهاز التنفسي السفلي وتسبب تشنج في الشعب الهوائية ونوبات الربو، وهذا يحدث عند الصغار وعند الكبار، لكن كما ذكرت الصغار معرضين أكثر بسبب صغر سنهم وعدم تعرضهم بشكل كافي إلى هذه المواد يعني خلال حياتهم. لأي مدى تلعب الوراثة دورا في استعداد الشخص أنه يكون مصاب بالحساسية ضد الغبار؟ الوراثة مهمة جدا طبعا كما ذكرنا، لأن معظم أمراض الحساسية والربو هي تتعلق بالوراثة، يزداد حدوثها في العائلة نفسها،
هناك استعداد وراثي وعوامل بيئية، يعني يوجد استعداد وراثي عند الشخص. طيب. عندما يتعرض إلى العامل البيئي الذي يؤدي إلى إثارة النوبة مثل الغبار في حال يعني التي نناقشها الآن، يؤدي إلى حدوث نوبة الربو أو الحساسية. طيب دكتور، في حال حدوث هذه النوبة من الحساسية بسبب الغبار، إيش أول شيء لازم يعمله الإنسان؟ طبعا أول شيء يجب أن يحاول أن يذهب إلى منطقة يعني يدرأ نفسه عن الغبار، ويذهب إلى منطقة بعيدة عن الغبار. إذا كان الأشخاص اللي إذا صار أعراض حساسية مثل حساسية يعني حساسية ربو، تشنج في الشعب الهوائية أو تنفسية علوية، فإذا كان من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الاستنشاق، طبعا يجب أن يستخدم الإنهيلر أو الاستنشاق. يجب غسل الماء والوجه طبعا بشكل جيد للتخلص من ذرات الغبار العالقة على العينين والفم والمضمضة بشكل جيد، وكمان استخدام الكمادات الباردة بالنسبة للعينين وممكن قطرات العينين. طبعا إذا الأعراض كانت شديدة بالنسبة لمرضى الربو، فيجب مراجعة أقرب مركز صحي لإعطائهم ربما أدوية إضافية من ضمنها الإرذاذ وغيرها. طبعا نعم. هناك علاجات نعم، واستخدام طبعا مضادات الهستامين. على العموم نود أن نشكر الدكتور حسام جنيد استشاري طب العائلة وباطني في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ضيف صباح العربية. شكرا لك.